السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الأعزاء، سافرنا ورجعنا لقينا التلاجة بتاعتنا التوشيبا حالتها صعبة قوي، الظاهر إن الكهرباء اتقطعت لسبب ما. فاللي حصل إن طبعا الأكل كله في التلاجة باظ، وبقينا محتاسين نعمل فيه إيه. المهم ريحتها طبعا كانت رهيبة جدا، فما بقيناش عارفين احنا يعني هل التلاجة باظت ولا عايزة فريون، مش قادر تشتغل. يعني نسمع مروحة نفتكر انها اشتغلت، والحقيقة انها ما اشتغلتش. طيب نعمل ايه في المصيبة دي؟ أخويا قال لي إن ما اتصلش بأي فني أو صنايعي يجي يشحن التلاجة دي، استناني لما أنا أجي عشان أشوف. اتضح إن أخويا ليه تجربة في 3 تلاجات، ده غير أنا شخصيا اللي تجربتين في غسالتين في تلاجتين، واحدة جنرال إلكتريك وواحدة تانية مش فاكر اسمها إيه، والاتنين التجربتين بتوعي انتهوا بأنها إيه، فقدت التلاجتين. يعني جنرال إلكتريك جبت واحد، صنايعي كان فتح ورشة قدامي فيصل في أرض اللواء، فخد الكمبيوتر بتاعها اللي هو بيتحكم في التبريد كده يعني، وقال لي ده باظ وهجيب لك غيره، وأدي وش الضيف ولا جاب غيره ولا حاجة، فاضطرينا نبيع التلاجة اللي بتاع الربابيك. واحد تاني قال لك دي مواسير الفريون اتسدت ولازم تتسلك، ودي هتكلفك فلوس كتير قوي، احسن بيعها واشتري حاجة غيرها. بكام يا عم تشتريها؟ قال لي ب400 جنيه. بعد كده اكتشفت انه كذاب وانها ما كانتش اتسدت ولا حاجة. اخويا طبعا ليه تجارب، اخر تجربة ليه ان هو جاب واحد يشحن له التلاجة برضو بالفريون، خد منه 500 جنيه، وبعد ما مشي التلاجة رجعت تاني عطلان. فاتصل بالشركة العربي فبعتوا له ناس خدوا التلاجة وشحنوها له عندهم، خدوا 350 جنيه، شالوا التلاجة من الدور الخامس ونزلوها وطلعوها 350 جنيه. فقال لي اوعى تجرب التجربة دي انك تجيب واحد من أي ورشة عشان يعمل لك أي حاجة، استنى لما أنا أجي أشوف. وفي ضوء تجربته وخبرته أنا بصراحة ذهلت، اتضح إن التلاجة لا عايزة فريون ولا الموتور بتاعها اتحرق زي ما كنا نتوقع برضه. طيب إيه كانت المشكلة في هذا الموضوع؟ المشكلة حتة الزنطة دي، شوفوا مكسورة أهي، اتضح إن دي زي قاطع الطيار، لما الطيار يعلى ولا حاجة تقوم زي الفيوز بالظبط. حضرتك شكلها إيه؟ وليها رجلين كده، ولما يرتفع التيار الكهربائي دي بتفصل. طيب إيه تاني؟ حتة صغيرة دي، دي بتشتغل زي المارش في العربية، بتقوم موتور التلاجة. فبصيت لقيت أخويا بقى جايب الحتتين دول وبدأ في إيه، في الشغل. الشغل عمل إيه؟ أنت عارفين الموتور بيبقى كده، الجنب بتاع الموتور بيبقى فيه علبة ليها غطاء أسود، والغطاء الأسود دوت راكب بكليبس كده. حاول ان انا اجيب لكم الفيديو بتاع اخويا وهو بيصلح. بتشيل الكليبس ده وبعدين بتخلع العلبة دي، هيظهر لك الايه، الشكل بتاع دول راكبين فوق بعض تمام كده. فبتشد دول، دي طبعا بتبقى شبكة في كليبس هنا، ودي كذلك، دي بتبقى شبكين في كليبسات، فبتشدهم وتكون جبت دول من عند الراجل اللي هو بتاع اللي بيصلح
بتاع قطع الغيار يعني، مش عارف واحدة اسمها ريلي والتانية اسمها ايه كده، احاول ان انا اجيب لكم اسماء الحاجات دي. بس مجرد ان هو مشال دول وحط دول، هوب حط الفيشة في الكهرباء، التلاجة اشتغلت وبقت مية مية، ما بقاش فيها اي مشكلة. انا بعمل لكم الفيديو ده عشان احذركم من اللعب بتاع الايه الصناعية، اللي هم يعني ممكن يكون في صنايعية كويسين، أكيد في ناس كويسين، بس من كتر البكا علم الواحد النوح. أتمنى إن يكون الفيديو ده مفيد ليكم، وأحاول إن أنا إيه أجيب لكم الفيديو بتاع أخويا وهو بيصلح التلاجة، يعني بيغير القطعتين دول ويركب قطعتين غير. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.